السلام عليكم المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم قناتكم غتشوفوا شنو مهجه لكم. يلا على بركه الله غادي نقدموا لكم السنطير بطريقه جديده ان شاء الله، وتبعوا معنا المراحل مع الحاجه ميمونه. يلا الحاجه ميمونه غتقولي للمشاهدين المقادير ديال السنطير. السلام عليكم المشاهدين، اليوم ان شاء الله غنقدموا لكم كما قالت مرت الاخ السنطير بطريقه جديده ان شاء الله. غنحتاجوا جوج زلايف ديال الفرينه، زلافه نتاع مايزينا، معلقه ديال الملحه صغيره، معلقه صغيره نتاع الخميره ديال الكاطو، معلقه كبيره ديال السكر الطبخ مع وزلافه ديال الزبده دايبه. وهذا الماء راني درت النافع وحبه الحلاوه درناهم في الماء طبخوا وصفيناهم مع المزهر، مع المزهر مع شويه مزهر ونخلطوا بهم ان شاء الله. احنا غنديروا الكاس وغنجرب شحال غيتهز ليا ديال الاخر ونرجعوا مع هانتوما المشاهدين. الحاجه دارت الفورس لافارين، هي دارت زادت معاه الملحه وزادت معاه خميره ديال الحلوه وزادت معاه شويه ديال السكر، ودابا غادي دير الزبده وغادي تخلط. هانتوما كما شفتوا كتخلطها مزيان هانتوما، وعلى حسب على حسب البنات لافارين، كاين اللي كتشرب كاين اللي ما كتشربش، على حساب. انا غندير هاد الماء دابا، غادي تزيد داك الماء اللي درنا فيه النافع وحبه حلاوه مطبوخين وزدنا معاهم شويه ديال الزهر. هيا كباتو حتى هو وغتبدا تخلط هانتوما. وهاد العجينه البنات غتبقى من ساعه ونص حتى لساعتين ترتاح مزيان، وماشي مشكل. اللي بغى يديرها في الليل الصباح عادي صايبها، ما كاين حتى مشكل حيت ما فيهاش الخميره ديال الدار، من الخميره ديال الدار منين شويه كاين الخوف. المهم انتم شفتوا الطريقه ديال الحاجه، هانتوما المشاهدين. ها حنا دابا درناهم في رجعت معكم باش نوريكم الطريقه كي كتطلق العجينه تاع السنطير. هانتوما البنات حباباتي، ديروا هكا تلقاو غير رقيقه. شويه ديال هنا هكا، نزيد هكا البنات، نحيدو هاد الطرف هادو البنات. كنهزو كل واحد الطريقه اللي بغا، انا كندير لها هكا نوريهم غير الطريقه. الطريقه هكا كتجي بحال هفله، كاين هاد الطريقه هادي ديرهم هكا. نجيب واحد الحبه تاع
عود نوار نديروها هنا نديرو من طريقة أخرى نعاود لهم واحدة أخرى هنا حضرت لهم الطرق هادو المقله كيتقلى هي من الاحسن يكون شويه الزيت بزاف باش يتنفخوا شوفوا تبارك الله كيفاش كيجيو ها هما منفوخين وفاش كنحيدوهم البنات كنطفيوهم في العسل ومن بعد نتلاقاو في التقديم ان شاء الله ها نتوما ديك العجينه اللي كتبقى الحاجه راه ما لحتهاش شوفوا شنو دارت بها دارت هاد البنات اللي غتجيهم صعيبه ولا شي حاجه حتى هما مساكنين يديروها كتلويهم على هذا الشكل وكيجيو زوينين البنات رائعين والله هكا باش ما يتعملوش ما كيجيو غزالين كيذوبوا في الفم ايوا ان شاء الله من بعد ديروا لي التعاليق عليهم البنات اللي مبتدئات ها هو مره العجينه ما ضيعتهاش الحاجه طات هذه صافي تبارك الله غير ورينا لهم الطريقه ان شاء الله الطريقه غير هكا تيهم سهله البنات وصافي يلاه من بعد نتلاقى هانتوما المشاهدين ها الشكل النهائي ديالها شوفي تبارك الله كيفاش كتجي وطريقه جديده وزوينه وسهله للمبتدئات ما كتصعبش عليهم كنتمنى يعجبكم الفيديو واللي عجبو الفيديو يشارك معنا في القناه ويدير شير ولايك شكرا.